بسم الله الرحمن الرحيم، مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة المايكروتك. محاضرتنا الآن عن كيفية إدارة الشبكة باستخدام الرومان فيتشرز. مثل ما تلاحظون ضمن الوين بوكس أكو عندنا أمر اسمه connect to رومان. شنو وظيفة هذا الأمر؟ باختصار أن وظيفة هذا الأمر أنه أني من خلال المين راوتر، يعني من خلال المين مايكروتك راوتر، إذا كان متصل بي، خلي نقول أكثر من مايكروتك متصلين على هذا المين مايكروتك، أنه أنا أستطيع أنه إيش؟ أستطيع أنه أسوي ديسكفري لهذه خلي نقول البرانش اللي هي مرتبطة بالمين راوتر وأسوي مانجمنت إلها. راح نجي إيش؟ راح نجي نستخدم هذا الأمر ونعلمكم كيفية استخدامه في إدارة الشبكة. راح نجي نسوي كونكت تو رومان. مثل ما لاحظتوا إذا تظهر لنا عبارة خطأ تقول لي الرومان is not enabled on the router، غير مفعل على الراوتر. أوكي، نجي ندخل على هذا الراوتر، نجي ندخل نسوي connect، وبعدها نروح على التولز منيو. من التولز منيو نختار الرومان، ومن الرومان مثل ما تشوفون نسوي enable. نسوي شنو؟ enable. ممكن نخلي ID، ممكن نخلي ID، ممكن نخلي secret، واضح؟ كذلك ممكن نخلي secret حتى نحمي هذا الجزء. كذلك هنا تلاحظون البورتس، يقول لي كل البورتات يعني على بالنسبة للرومان، وكذلك الديسكفري هنا يقول لي cannot start لأن الرومان not running. وكذلك عندك شنو؟ كذلك عندك البينج، ممكن تسوي بينج من خلال شنو؟ خلال الايدي اللي موجود عندك. اوكي، احنا سوينا enable للرومان settings من المايكروتك من خلال التولز منيو. بعدها نروح نسوي شنو؟ disconnect. وحاليا ايش نسوي؟ نسوي باعتبار هذا هو المين، هذا هو الاي بي للمين راوتر، راح نسوي connect to رومان. باعتبار احنا قبل قليل ظهرت عندي رسالة خطأ، سويت connect، تلاحظون راح تظهر عندك disconnect from رومان، ويظهر عندك شنو الرومان نايبرز، شنو النايبرز اللي عندك، وهنا يظهر عندك المانج. وكذلك تقدر تسوي set master password، تقدر تحمي المانج بماستر باسورد حتى بحالة انه تسوي add لها، يعني من خلال الاد ما راح تظهر عندك شنو، ما راح تظهر هذه شو اسمه، يعني ما راح احد يقدر يدخل على المانج تاب ضمن الوين بوكس. هنا نجي ندخل طبعا راح يظهر، المفروض يظهر عندنا شنو الادريس مالته والكوست والهوبس والباث والال تو ام تي يو والادنيفاي والفيرجن. راح نجي نشوف حاليا، راح نجي نشوف انفعله حتى في سبيل يظهر. فنجي هنا ايش نسوي؟ نسوي disconnect from رومان، disconnect from رومان. ندخل على البرانش مايكروتك، نجي على البرانش مايكروتك اللي نريد نديرها من المين، واضح؟ نسوي له كونكت، دخلنا عليه. كذلك نروح نفعل من التولز منيو، نفعل الرومان، نفعل شنو الرومان، نسوي له انيبل في سبيل انه يظهر عندنا ضمن شنو، ضمن الديسكفري، واضح؟ ونسوي له شنو، نسوي له ديسكونكت. سوينا له ديسكونكت. اوكي، ندخل على المين حاليا، المين راوتر، خلي الباسورد مالته، ونجي نقول له كونكت تو رومان. كونكت تو شنو؟ تو رومان. تلاحظون لو كان عندي اكثر من راوتر راح يظهر عندي هنا الادريس مالته، هذا الماك، هذه الكوست، هذه طبعا اوتوماتيك كالكوليت، هذه الكوست، الهوب واحد بيناتهم، هوب واحد، هذا الباث، هذا هو ال L2MTU، وهاي الادنيفاي مالته، الاسم، الفيرجن مالته، وهذا البورد، هذا شنو؟ هذا هو البورد بالنسبه لي النايبر، او نقدر نقول عليه المايكروتك اللي نريد نديره من خلال المين نديره. فلما نجي نضغط هنا، نجي نضغط، راح اقول له open in a new window، واقول له اوكي هنا نقرت اني وخليت الباسورد مالته، واقول له connect. باعه هنا يتصل، شي يقول لي الادمن، طبعا هذا هو كادمن، هذا الاي بي مالته، الاسم ماله الايدنتيفاي تريننج فاي شنو، من خلال ال 192.168.65.1 اللي هو المين راوتر، واضح؟ المين راوتر. وهذه هي شنو؟ هذه هي المواصفات مال هذا الراوتر، خلينا نقول الراوتر بورد. مثل ما تلاحظون
كيف انه احنا قدرنا ندخل لي البرانش او الانذا مايكروتيك، باعتبار انه احنا من المين ندخل على الايش الى البرانش. تعرفون احنا انت نوبات عندك بالشبكه، راوتر هو كرئيسي ومرتبطه ب يعني مايكروتيك راوتر رئيسي ومرتبطه بمجموعه من المايكروتيك الاخرى. من خلال هذا الرئيسي انت تقدر تدخل شنو؟ تقدر تدخل على البقيه وتسوي لهم مانجمنت. فهنا تلاحظون اني دخلت على هذا الفرعي المايكروتيك، واقدر اجي ادخل على الرئيسي كذلك. يعني الرئيسي ممكن بنفس اللحظه اجي ادخل على الرئيسي، اوكي 168 5 1، وخلي الباسورد مالته واضح، اقول له كونكت. اوكي هنا يقول لي الايرور، يقول لي باد رومان ادريس. باعوا هنا هاي الملاحظه اللي اريد اوضح لكم اياها، اللي هو يقول لي باد. ليش؟ لان عندك الرومان ايجنت هو هذا الاي بي مالته، كرومان شنو؟ كرومان ايجنت، واضح. فهنا هذا كل ما يخص الرومان بوتون، اللي هو وظيفته انه كيفيه انه تسوي مانجمنت لشبكتك من خلال الرومان بحاله عندك اكثر من مايكروتيك. فمن خلال المين مايكروتيك هذا كملخص انه تدخل على بقيه المايكروتيك وتسوي لهم مانجمنت. شكرا جزيلا لاصغائكم.